السيد رئيس الجمهورية. السيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة الوزراء، تعرفون قصة، عندي لكم خبر سيء وخبر مفرح، فبماذا تريدون أن أبدأ؟ تعرفوها الكل هذه. طبيعة الحال الناس كلها تقول لنبدأ بالخبر السيء باعتبار أنه بعد نبقى على الانطباع متاع الخبر الطيب. إذا خليني نبدأ بالخبر السيء، هو أنه العصرة متاع البارح كانت أولى الغصرات، وما زالت برشا برشا غصرات باش توجهكم. الخبر السيء أيضا هو أنه ستجدون كما هائلا من المشاكل المتراكمة، وهي مشاكل أكثر من 30 سنة، إن لم نقل أكثر من مشاكل 50 سنة. ستجدون أيضا يعني توقعات كبرى وكبرى وكبرى، وستجدون جماعة توا وجماعة قداش الوقت 11 الربع، بعد ساعة باش يخرجوا لمطالبة باستقالة الحكومة نظرا لفشلها العارم. ما بين جماعة توا وجماعة الاستقالة الفورية للنظر الفشل العارم، وجماعة حقوقي والواجبات وواجباتكم، وما بين جماعة نقب، في يوم من الأيام توا 30 سنة أعطت كف الرجلها، تواليها 10 سنين ما رجعش الكتاب اللي تسلفه مع عن صاحبه. هذا مجموعة اللي نقبوا فمني، واسألوني أنا عن الإشاعات وعن التنقيب. إذا هذا هو الخبر السيء إن صح التعبير يعني، وربما هذا يأتي بكم أحيانا إلى نوع من الإحباط، وربما نوع من الندم، وربما هذا لن أكون داخل عقولكم وقلوبكم، وربما ستستمطرون اللعنات والسخط على هذا الشخص الذي أتى بكم وغرر بكم، وهو بدوره سيستمطر اللعنات والسخط علي وعلى الرباعي وكل من غرر به هو أيضا. هذا فيما يخص الخبر السيء. فيما يخص الخبر الطيب هو أنه ثم كثير من الناس في البلاد اللي يعرفوا مدى التضحيات بالنسبة لكثير منكم. ثم ناس ما تعرفش، اللي برشا منكم تركوا أعمال اللي كانت تدر عليهم أحيانا 10 مرات أضعاف مرتبهم. ثم برشا ناس ما تعرف وباش تقدر اللي أنتم يعني قبلتوا باش تجيوا المعركة هذه عن وطنية. ثم برشا ناس تعرف وتقدر اللي أنتم يعني من خيرة الكفاءات في هذه البلاد وقبلتوا باش تضحيوا من أجل بلادكم. ثم ناس كثيرين منهم أنا باش يعاونوكم، باش يكونوا دائما معكم. ثم برشا ناس باش يشدوا أزركم في العواصف التي تنتظركم. وثم أيضا شعب واعي وذكي يعرف اللي توا وهذه والأمور هذه يعني تفاهات، وأنه الناس كلها تعرف اللي احنا يلزمنا نخدموا برشا ويلزمنا نحطوا القطار على السكة، وأنه احنا والحمد لله حطينا هذا القطار على السكة، وأنه العمل والأمل اليوم مسموح، وأنه بلادنا في أحسن الظروف اليوم بعد كل العواصف التي مرت بها والتي أثبتت فيها الطبقة السياسية حنكتها وقدرتها. إذا باش تلقاو دعم كبير من الناس، وباش تلقاو احترام، وباش تلقاو إعانة، وباش تلقاو تقدير، وباش تلقاو صبر، وباش تلقاو تفهم. وأيضا داخل الإدارة التونسية اللي هي يعني أحيانا لا نذكر أهمية دورها، أنه ستجدون حسب رأيي الكثير من الطاقات الآن التي ستتحرك أكثر من أي وقت مضى، بحيث يعني الأخبار السيئة والأخبار إذا كان قسنا هذا وذاك، فإن الأخبار الطيبة أكبر بكثير من الأخبار السيئة. كل ما هنالك اللي أنا أتمنى لكم في هذه الأشهر الصعبة، أنكم يعني تحافظوا على معنوياتكم، أنكم تخليوش هذا الضجيج الذي يمكن أن تسمعوه يعني يؤثر عليكم، أن تكونوا على وعي بأن هذه بطبيعة الحال لحظة تاريخية، وأنكم في هذه اللحظة التاريخية أنتم رأس الحربة في تقدم هذا الوطن. كل ما ننتظره منكم الآن ليس النتائج الحالية، نعرف كنا لهذا غير ممكن، كل ما ننتظره منكم هو أنه يعني هل العمل يتواصل. أنا أريد أن أحيي هنا الحكومة الأولى والحكومة الثانية يعني بعد الانتقال، حكومة سي حمادي جبالي وحكومة سي علي العريض، اللي كل حكومة
لاقت الكثير من الصعوبات، لكن كل حكومة حطت لبنة. أنتم الآن باش تحطوا لبنة أخرى، وبعد كده تجي الحكومات المتتالية لنضع لبنة. كنا عابري سبيل، وكنا مهمتنا هو أن نضع اللبنة وراء اللبنة وراء اللبنة، باش البلاد هذه تتقدم، تجد الأجيال المقبلة تجد الطريق أمامها للحياة التي ربما نحن لم نتمتع بها كثيرا. كل الناس كلها تعرف صعوبة حفظ الأمن، الناس كلها تعرف صعوبة التنمية، الناس كلها تعرف صعوبة يعني إعداد هذه المرحلة الانتقالية بسلاسة وبسهولة وبسلام. لكن مرة أخرى اليوم تونس أكثر من أي وقت مضى روحها المعنوية عالية، اليوم أكثر من أي وقت مضى تونس عندها ثقة وعندها أمل، وأنتم اليوم تمثلون هذه الثقة وتمثلون هذا الأمل. إذن من غير إطالة، وفقكم الله، وردوا بالكم من الإحباط، وردوا بالكم من صب اللعنات على هو ولا على رأسي أنا. أنتم قبلتوا بتحمل هذه المسؤولية، وأنا على ثقة تامة أنكم ستتحملونها عن جدارة، وأنه إن شاء الله يعني موعدنا سيكون مع النجاح. شكرا جزيلا، وكل تمنياتي بالتوفيق.